بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. باسم سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يسرني أن أرحب بكم معنا اليوم في مؤتمر الجيل الرابع من الحروب الذي تستمر فعالياته لمدة يومين. كما أننا نتطلع لمشاركتكم وتفاعلكم معنا من خلال استخدام الهاشتاغ الموضح على الشاشة على مواقع التواصل الاجتماعي. نفتتح مؤتمرنا اليوم مع الكلمة الترحيبية لسعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تلقيها نيابة عن سعادته الأستاذة أمل الأحمدي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مؤتمره المتخصص الذي يعقد تحت عنوان الجيل الرابع من الحروب. أتشرف بداية بأن أنقل إليكم تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حفظه الله، وتمنياته لجميع المشاركين من باحثين وخبراء وحضور بأن تكلل جهودهم بالنجاح وتحظى توصياتهم بالتطبيق على أرض الواقع. الحضور الكريم، اعتاد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مؤتمراته المتخصصة مناقشة قضايا ذات أبعاد استراتيجية حيوية، ولا شك في أن مؤتمرنا لهذا اليوم يتعرض لإحدى أهم القضايا والمشكلات التي تشغل بال صانعي القرار ومخططي السياسات والباحثين والأكاديميين المتخصصين على حد سواء. وعلى قدر أهمية مناقشة هذا الموضوع، تبدو الصعوبات التي تواجه أي محاولة علمية لاستشراف آفاقه وسبر أغواره، انطلاقاً من التطورات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم بوتيرة متسارعة، وتؤثر بدورها في طبيعة الحروب وأنماطها وبناء التصورات حول مستقبلها على المستويين التخطيطي والعملياتي. ومن منطلق حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على إيلاء أهمية قصوى للقضايا الاستراتيجية الكبرى، وخاصة الحرب والتطور اللذين طرأا عليها بشكل سريع خاصة في السنوات الأخيرة، يأتي انعقاد هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحساس والمصيري الذي تمر به المنطقة العربية على جيل جديد من الحروب، الذي لم يأخذ بعد حقه من النقاش العلمي المستفيض، خاصة في منطقتنا التي أصبحت مسرحاً لهذا النوع من الحروب المدمرة، وهو الجيل الرابع من الحروب. الحضور الكريم، إن الجيل الرابع من الحروب مفهوم يعبر عن الصراع الذي يتميز بعدم المركزية من حيث تغير أسس الحرب وعناصرها، ما يعني تجاوز المفهوم العسكري الضيق للحروب إلى المفهوم الواسع، حيث توظف القوى الناعمة في هذه الحروب إلى جانب الأدوات العسكرية، فهناك الدولة التي تواجه ميليشيات عسكرية ومجموعات إرهابية، وهناك وسائل الإعلام والقنوات التي تخدم التنظيمات والميليشيات، بحيث تعمل هذه الوسائل على إنهاك الخصم وتدميره بشكل منهجي، وتعمل على تشتيت الرأي العام حتى يتمكن الطرف المسيطر على الوسيلة الإعلامية من تحقيق أهدافه وتحطيم الخصم تماماً. وهذه الحروب لا تستهدف تحطيم القدرات العسكرية فحسب، وإنما تعمل على نشر الفتن والقلاقل وزعزعة الاستقرار وإثارة الاقتتال الداخلي أيضاً. وفي تعريف أوضح، يمكن القول إنه جيل تسخير إرادات الآخرين في تنفيذ مخططات العدو. إن الحاجة إلى دراسة مفهوم الجيل الرابع من الحروب
تتعاظم بشكل كبير في ظل تغير طبيعة الصراعات الدولية والإقليمية واحتدام التنافس الدولي والرغبة في الهيمنة على العالم وتضخم شبكة العلاقات الدولية مع ظهور فاعلين جدد يتجاوز تأثيرهم الحدود الوطنية التقليدية مستغلين تقدم الاتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. وانطلاقاً من أهمية هذا النقاش وذيوع استخدام مفهوم الجيل الرابع من الحروب يأتي هذا المؤتمر ليتناول بالتحليل والدراسة هذا المفهوم بالتوازي مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من اضطرابات واسعة النطاق أفرزت حالة من عدم الاستقرار في مجموعة من الدول العربية. الحضور الكريم، إن الجيل الرابع من الحروب جعل الصراعات الراهنة التي تشهدها بعض دول المنطقة أكثر تعقيداً من ذي قبل، لأن القائمين بهذه الحروب في بعض الأحيان أطراف غير منظورة تسعى إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار داخل الدول والمجتمعات. ولهذا كان من الضروري تسليط الضوء في هذا المؤتمر على سمات هذه الحروب وأدواتها المختلفة واستشراف آفاقها المستقبلية من أجل الاستعداد الجيد لمواجهتها بشكل فاعل وبناء. ومن هنا فإننا ننظر باهتمام إلى نقاشات هذا المؤتمر كي تسهم جدياً في بلورة منظور استراتيجي أكثر وضوحاً لهذا الجيل من الحروب، وإنني على يقين بأن أعمال هذا المؤتمر سوف تشهد توصيات ومقترحات تسهم في فهم أفضل وأكثر عمقاً لمفهوم الجيل الرابع من الحروب، وبالتالي تساعد متخذي القرار على وضع السياسات والخطط المستقبلية المناسبة. الحضور الكريم، أتمنى أن تكون أعمال هذا المؤتمر إضافة نوعية إلى النقاش العالمي حول الحروب وطبيعتها وأنماطها التقليدية وغير التقليدية. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة الدكتور على هذه الكلمة. والآن مع الكلمة الرئيسية الأولى للمؤتمر التي يلقيها معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، فليتفضل مشكوراً. أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة السادتي والسيداتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. يأتي هذا المؤتمر متزامناً مع الأحداث الإقليمية التي تقع في المحيط الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. في العديد من الدول التي تشهد حروباً وصراعات والتي أدت بدورها إلى انهيار الدولة الوطنية وتفكك مؤسساتها الرئيسية، وكذلك تزامن هذا المؤتمر مع تفشي العمليات الإرهابية في معظم أنحاء العالم، حتى بات الإرهاب كالسرطان الذي ينخر في هيكل النظام العالمي. وإنما ظهر فاعلين آخرين والتنظيمات والكيانات التي تستخدم وسائل جديدة وغير تقليدية لتقويض إرادة الدول ونزع الشرعية منها والعمل على خلق انهيار اجتماعي داخلي فيها. إن الصفة التي تميز هذه الحروب هي الطبيعة الغامضة للصراع، خاصة مع عدم وضوح الفرق بين حالة الحرب والسلم ولا بين المقاومة.
electric walls. There's no part between the العقيدة والقيم. إنها الحرب التي لا تعترف بالسيادة الدولية ولا بالحدود ولا بالقانون الدولي ولا بالقانون الإنساني، ولا تحكمها قوانين الصراع المسلح ولا بأخلاقيات الحرب، فهي ليست حرب بين جيوش نظامية تشارك فيها الدول وتخضع فيها للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. إنها الحرب التي نواجه فيها خصماً يختلف عنا تنظيماً وأيديولوجياً وأخلاقياً وقيمياً. إنها الحرب التي يجب أن نكون مستعدين لها لتحقيق النصر فيها، خاصة وأن المواجهة مع خصم يريد أن يدمر النظام والقانون والنسيج الاجتماعي. إنه يريد أن يبسط نفوذه وإرادته على الدول. أيها الحضور الكرام، إن ما يحدث في المنطقة في الوقت الراهن من قيام المجموعات والتنظيمات الإرهابية بأعمال لم يعهدها العالم من قبل، لهو دليل على إننا قد دخلنا في مرحلة جديدة من حرب الجيل الرابع، حيث أصبحت الجماعات الإرهابية تسيطر على شريحة واسعة من الأرض في ظل غياب النظام والقانون، وتمتلك الموارد الاقتصادية التي تساعدها على زيادة نفوذها ونقل عملياتها عبر الحدود الدولية. وفي هذا الصدد يجب علينا أن نستخلص الدروس والعبر المستفادة من الماضي لمواجهة هذا الخطر ومنع تهديده لسيادة الدول، حيث أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم هذه الدول وعدم تركها تصبح قابلة للانهيار. تتحكم فيها التنظيمات والجماعات الإرهابية. إذا يجب علينا التفكير في الكيفية التي تتعامل بها القوات في هذه البيئة. ما هي القدرات الجديدة اللازمة لهذا النوع من بيئة القتال؟ ما هي مخاطر الأمن السيبراني الذي سوف نواجهه؟ كيف نستطيع أن نحمي بيئتنا المعلوماتية؟ وهل يمكن أن تتطور نظرية الجيل الرابع من الحروب؟ هل سوف تستمر الجماعات والتنظيمات هي الخصم في هذه الحرب؟ أم أننا يمكن أن نصبح أمام حرب هجينة تكون مزيجاً من الحروب التقليدية وحروب الجيل الرابع؟ وما يتطلبه هذا من تكاتف المجتمع الدولي لتجنب هذه التهديدات والمخاطر في ضوء استمرار التنظيمات والجماعات غير الرسمية في استقلال البيئة العالمية المنفتحة وتطوير أساليبها واستقلال مجالاتها التقنية والاتصالات وغيرها من الوسائل التي يمكن الحصول عليها بسهولة في التأثير على أسلوب حياتنا. ومن هنا يتوجب علينا أن نتصدى لهم ليس باستخدام الطرق التقليدية فقط، بل أن نطور عقائدنا واستراتيجياتنا مع التركيز على امتلاك القدرات اللامتماثلة في مواجهة هذا الخطر. نحن على يقين بأننا في نهاية هذا المؤتمر سوف نتمكن من الإجابة على كيف يمكن للدول ردع وحماية وهزيمة عدو يستخدم استراتيجيات وتكتيكيات حرب الجيل الرابع دون التأثير على حريات الناس وأسلوب حياتهم. وأخيراً، لا يسعني إلا أن أشكر سعادة الدكتور
جمال سند السويدي مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على تنظيم هذا المؤتمر، متمنياً لهذا المؤتمر والمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي. Thank you, your. ننتقل الآن إلى الكلمة الرئيسية الثانية للمؤتمر التي يلقيها معالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن زايد رئيس ديوان ولي العهد، ضيوفنا الكرام، سيداتي سادتي، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومديره العام سعادة الدكتور جمال سند السويدي بوافر الشكر والتقدير على دعوتي لهذا المؤتمر الذي يناقش أحد أهم الموضوعات الاستراتيجية المثارة حالياً في إطار حوار علمي وموضوعي ينم عن مدى اهتمام هذا الصرح البحثي المستنير بدراسة مثل هذه الموضوعات التي تهم المفكرين والأكاديميين والباحثين على المستوى الاستراتيجي. إن موضوع هذا المؤتمر يثير من الجدل والأسئلة أكثر مما يؤدي إلى اتفاق أو توافق أو يوفر إجابات من الإجابات، حيث يصعب الفصل بين أجيال الحروب المختلفة لأنها لا تأتي بصورة متعاقبة، بمعنى أن جيل جديد من الحروب لا يكون إذناً بانتهاء حقبة الجيل السابق، فكل جيل من الحروب جاء ليعالج سلبيات الجيل السابق والاستفادة من دروسه وخبرته. ولكن ما سوف نتحدث عنه اليوم تحت مسمى الجيل الرابع من الحروب يمثل نوعية جديدة وصورة مختلفة عن أجيال الحرب المتعارفة عليها، إلا أنها لا تلغي وجود الحروب التقليدية والمسارات واستمرار الحروب الغير المتماثلة بأشكالها وأبعادها المختلفة. إن حرب الجيل الرابع والتي لا يستطيع أن تقوم بها سوى عدد قليل من الدول كانت ناتجاً طبيعياً لظروف استراتيجية وفرتها تطورات التكنولوجية والثورة العلمية في الاتصالات والمعلومات والتقدم في أدوات إدارة العلاقات الدولية ومتطلبات الحد من التدخل العسكري المباشر حتى لا تتعرض القوات المسلحة لهذه الدول لخسائر مادية أو بشرية أو عسكرية، فهي إذن حرب بوسائل أخرى تسمح بتحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية العسكرية بأقل قدر من التكلفة والخسائر. إنها حربا تدار على الدولة المستهدفة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية، فهي لا تقتصر على المسرح التقليدي للحرب بأبعاده البري والبحري والجوي. إن الحرب الجيل الرابع تختلف بصورة جذرية عن الجيل المعروف للحروب، سواء من حيث الهدف منها أو أدوات تنفيذها أو طرق إدارتها. إن كانت الجيوش تخوض الحرب بصورة مباشرة وفق أهداف تضعها القيادة السياسية، فإن في حرب الجيل الرابع يتراجع دور القوات المسلحة وليحل مكانه قوات أخرى تستطيع إدارة مثل هذه الحروب عن بعد. إنها حرب بالوكالة بالقيادة من الخلف تعمل على إسقاط الدولة المستهدفة دون الحاجة للتدخل عسكري خارجي مباشر. ربما كانت البداية لإعلان عن هذا النوع من الحروب في محاضرة للبروفيسور ماكس جي مانورينغ
الأستاذ بكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي عندما كان يشرح لطلابه كيف غزو الدول عن بعد عن طريق زعزعة استقرارها بصورة متعددة وينفذها مواطنو الدولة نفسها تمهيداً لفرض واقع جديد يضمن تحقيق مصالح الخصم. ويرتكز هدف هذه الحروب في تحطيم المؤسسة العسكرية أو القضاء على القوى الدولة المستهدفة بالمواجهة العسكرية، ولكن بالعمل على إنهاك إدارة هذه الدولة ببطء بعد نشر الفوضى فيها، فيمكن تطويعها للسيطرة عليها. إن هذا الجيل من الحروب يهدف إلى تفتيت مؤسسات الدولة الأساسية والعمل على انهيارها أمنياً واقتصادياً وتفكيك وحدة شعبها من خلال الإنهاك والتآكل البطيء للدولة ونظامها السياسي، وفرض واقع جديد على الأرض لخدمة مصالح الخصم بأقل قدر من التكلفة المادية والعسكرية، مع تجنب المشكلات التي تنشأ عادة بعد الحروب التقليدية من حيث تفشي روح العدائية ضد الدولة المعتدية. بل في هذه النوعية من الحروب ربما يحدث العكس ويتعاطف المجتمع مع الدولة الخارجية، لأنها ستصبح بمنزلة المنقذ من الظلم والاستبداد والقهر. لذلك فإن الهدف الاستراتيجي من الحروب الجيل الرابع هو وصول الدولة المستهدفة إلى حالة من الفوضى أو الانهيار الداخلي التي تؤدي إلى أما تفكيكها ومن ثم انقسامها وتفتيتها أو إضعافها للحد الذي يسمح بالسيطرة عليها. وتنقسم أدوات الحروب الجيل الرابع إلى داخلية وخارجية، حيث تعمل الأدوات الداخلية إلى زعزعة الاستقرار وإنهاك قوى الدولة وإسقاطها من الداخل، بينما تقوم الأدوات الخارجية بالعمل على حرمان النظام الحاكم من الاستفادة بأي مساعدات خارجية إقليمية أو دولية عن طريق تشويه صورة نظامها السياسي من ناحية وإضعاف موارده المالية والاقتصادية من ناحية ثانية، بما يؤدي إلى اتهامه بتدهور المستوى المعيشي وتفشي البطالة والفقر والمرض، الأمر الذي يعزز عدم الاستقرار الأمني الداخلي ويعجل بإضعاف الدولة وتفكيكها وإسقاط نظامها السياسي. حيث تشمل الأدوات الداخلية الآتي: أولاً الأدوات السياسية، حيث يتم إثارة المجتمع ودفعه للقيام باحتجاجات وتظاهرات حاشدة من خلال تأجيج مشاعر الغضب من الأوضاع السياسية والمعيشية والاقتصادية وانتشار العمليات الإرهابية ودفع الأقليات الأثنيات والعرقيات للمطالبة بالحكم الذاتي أو بالانفصال وإقامة كيانات خاصة بهم بزعم تعرضهم للاضطهاد ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة، مع التركيز على مطالب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الجنسين. وفي ظل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني للوقوف ضد الدولة واتخاذ مواقف حادة في معارضة سياستها. ثانياً الأدوات الثقافية، حيث يعمل الإعلام الموجه من داخل الدولة وخارجها على تناول القضايا المثيرة للرأي العام بصورة حادة ومنحازة وغير موضوعية، وتركز فقط على السلبيات ونقاط الضعف في أداء الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن بث الشائعات والمعلومات المضللة التي تشكك في شرعية نظام الحكم ومدى وطنية أجهزته ومؤسساته المختلفة. ثالثاً أدوات المخابراتية، فتقوم أجهزة المخابرات المعادية باختيار بعض الشخصيات غير المعروفة خاصة في فئات الشباب والتي يسهل استقطابها في الدولة المستهدفة وإعدادهم وتدريبهم القيام بالأدوار المطلوبة في إثارة الرأي العام الداخلي وحثه على الاحتجاجات والتظاهر وفق خطط واضحة ومحددة ودعم مالي كبير. يتم ذلك تحت ستار منظومة متكاملة من منظمات دون الدولة مثل مراكز الفكر الاستراتيجي التي تزعم نشر الديمقراطية والمناداة بالحريات وحماية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي. رابعاً أدوات الحرب الإلكترونية، حيث يوفر الفضاء الإلكتروني القدرة على إدارة هذه النوع من الحروب عن بعد عن طريق شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح ببث الوسائل السلبية ونشر الشائعات وتبادل الاتصالات العابرة للحدود، وجعل وسائل الإعلام العالمية منفذ لنشر التقارير المسيئة والمسموعة المرئية والمسموعة تتسم بالسلبية لما يجري داخل الدولة، ويقوم بها بعض
أبناء الوطن أسوأ سواء من التي جرى تداولها أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يبعث بها بعض من سبق وتم إعدادهم للقيام بهذه المهمة داخل الدولة لإثارة الرأي العام العالمي والوطني ضد النظام الحاكم ومن ناحية وتشجيع باقي العناصر المجتمع على انضمام الاحتجاجات والتظاهرات من ناحية أخرى والاستجابة للدعوات المناهضة للحكم من ناحية ثانية وعادة ما يصعب على كثير من الدول متابعة ومواجهة هذا النوع من الحروب الإلكترونية وإذا انتقلنا إلى وسائل الخارجية لشن حرب الجيل الرابع نجدها تشمل الآتي أولاً على المستوى الدولي العمل على استفادة من مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات لفرض عقوبات دولية على الدولة المستهدفة للحد من موارد نظامها الحاكم دون النظر إلى تداعيات العقوبات على الشعب تلك الدولة وكذلك تطبيق البند السابع الذي يضفي شرعية الدولية على استخدام القوة عند الحاجة ضد الدولة المستهدفة بزعم حماية الأقليات والتدخل الإنساني ثانياً على مستوى العلاقات بين الدول نجد أن الحصار الاقتصادي الاستراتيجي والاحتواء والعزل من أهم أدوات إضعاف النظام الحاكم في الدول المستهدفة وقد يتم ذلك بصورة فردية أو من جانب دول التي تشن هذا النوع من الحروب أو بصورة جماعية من خلال التنسيق مع الدول المتحالفة معها أو تابعة لها ثالثاً دور الحرب دور إدارة الحرب عن بعد باستخدام الطائرات دون طيار والحرب بالوكالة والقيادة من الخلف لذلك فإن هناك الكثير من الأمثلة والنماذج الواقعية التي تدل على نجاح هذا النوع من الحروب في تحقيق أهدافه وقد نختلف أو نتفق على أسبابها ونتائجها إلى أنها تظل شاهداً موجوداً حروب الجيل الرابع ومن أبرز هذه الأمثلة تفكك الاتحاد السوفيتي إلى 15 دولة وتفكك يوغوسلافيا إلى 3 دول وتفكيك تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين وتقسيم السودان إلى دولتان مع احتمال تعرضها لمزيد من الانقسامات وانتشار الاحتجاجات والظاهر والفوضى في ذلك في كثير من الدول العربية ليبيا غرباً العراق شرقاً مروراً بتونس ومصر وسوريا ومن لبنان شمالاً إلى اليمن جنوباً والبحرين جنوباً والتي تنذر بميلاد دويلات جديدة في الشرق الأوسط نتيجة لاستمرار تعرضها للحرب الجيل الرابع ومن ثم تنامي الاحتمالات تقسيم بعض هذه الدول عرقياً وطائفياً وإثنياً وفي الختام لا يسعني سواء أتمنى لهذا المؤتمر أن يحقق الأهداف المنشودة منه بما يعزز ثقافتنا ويثير معرفتنا في القضايا والموضوعات الاستراتيجية وبعد أن حاولت أن أسهم برؤيتي وتصوري لهذا النوع من الحروب مطلعاً أن تشكل وسيلة لحفز التفكير وجسراً تمتد عليه مناقشات موضوعية وعلمية من أجل بلورة رؤية واقعية تضعنا أمام مفهوم وأبعاد الحرب الرابعة أعتقد دكتور أنه في حال دعوتي للحديث في العام القادم عن الأجيال الجديدة من الحروب سوف أتناول الجيل الخامس من الحرب أو من الحروب والتي تستطيع أن تقوم بها فقط الدول العظمى في العالم حيث الحرب من الفضاء والحرب من البعد الافتراضي التي ستؤدي إلى شلل أنظمة الدولة المستهدفة المالية والكهربائية والبنية التحتية والإعلامية والمعلوماتية والاتصالات والحركة الجوية ومنظومة المرور ومنظومة القيادة والسيطرة وإدارة النيران بحيث تصبح الدولة عمياء ومن ثم تفقد القدرة على استخدام أي من قواها الشاملة فيتم سلب إرادتها الكاملة على الفعل وتسقط من منظومة دولية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر موصول لمعالي سيف سلطان العرياني على هذه الكلمة ومع استراحة قصيرة لمدة 10 دقائق نعود بعدها لبدء فعاليات المؤتمر مع الجلسة الأولى وشكراً.